السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه لمواليد برج الدلو. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الدلو عندك انفراجات، لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا الثانيه اللي عليها العلاج لحياتك، العلاج اللي انت هتستخدمه، اول وصفة اللي انت هتعملها، وبإذن الله هتكون شفاء عاجل لحياتك الايام كلها اللي فاتت واللي جاية. تغيرات وفرحة طال انتظارها، واحب ابشرك ان انت هيكون عندك انفراجات حلوة. انا عارفة ان انت تعبت من كتر التفكير، تعبت من كتر الكلام والقال والكيل، وتعبت من حاجات كتير، وهنشوف مع بعض ايه التوقعات وايه التبشرات اللي عندك. بسم الله ما شاء الله. رؤية حلوة جدا في منامك انت بتحلمها الايام دي، في رؤية اشياء مختلفة، بقالك مدة كبيرة جدا بتحلم بكذا حاجة، بقالك مدة بتعافر وبتجاهد علشان توصل للهدف والحلم بتاعك، بقالك مدة باصص لقدام جدا، وبدأت زي كل مرة بقولك بدأت تهتم بنفسك، بدأت تشوف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، بدأت تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة في حياتك. فهيكون عندك انفراجات حلوة، وعندك خروج من الدوامة والحيرة اللي في حياتك، بقالك مدة تعبان وبتعافر لوحدك ومفيش حد حاسس بيك ومفيش كلمة حتى شكرا. بقالك فترة كمان عندك طاقة تفكير رهيبة، عندك طاقة حزن وكلام كتير في حياتك، ده كله هيكون عندك انفراجة بسبب قرار هتاخده في حياتك الايام اللي جاية. القرار ده هيكون خير ليك، وهيكون فيه امور حلوة جدا، وفي طاقة ايجابية وفرحة طال انتظارها، وكمان هيكون فيه تغيرات جذرية هتعوم لحياتك باذن الله. تانية، اول حاجة عندك تغيير، وفي نفس الوقت هيكون من وراء التغيير ده فرحة طال انتظارها، فرحة طال انتظارها. انت هنا في حاجات كتيرة جدا شغالة عليها، شغال على نفسك، بتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا بقالك مدة كبيرة، وفي نفس الوقت عندك طاقة تفكير، عندك طاقة تفكير جدا، محتاج ترتاح الفترة دي، محتاج بعض الراحة اللي في حياتك عشان انت ما عندكش استقرار ولا نفسي ولا جسدي ولا اي حاجة. عندك لقاء حلو، لقاء حلو مع شريك الحياة او مع الحبيب، يعني هيكون عندك لقاء حلو. في نفس الوقت هيبقى عندك فترة هدوء علشان هتدخل في تغيير حلو لحياتك بالكامل، وفي صلح بينك وما بين حبيب، بينك وما بين حد، بينك وما بينه خلاف، في خيانة، خيانة وشخص غامض في حياتك بيتحكم فيك. في نفس الوقت في مكالمة مهمة، مكالمة حلوة، المكالمة دي هتكون مع شخص معجب بيك، في علاقة جدية، أمور عكس، وفي تحسنات، وهيكون عندك فترة ثقة إن أنت هتوصل لهدفك علشان خاطر أنت عندك جبر خاطر، عندك جبر خاطر في الأمور اللي جاية، بس عيونك مليانة دموع اليومين دول، وحاول تداري وتكتم عشان فرحتك تكمل اللي أنت ناوي عليها. في حد عندك متسرع ودايما بيضايقك بكلامه، وفي حد هنا بيتكلم عليك بطريقة سلبية وانت يعني ساكت وراضي، والايام اللي جاية هيكون عندك بعض التغيرات وبعض الامور الحلوة. انت هنا ناوي على حاجات كتير تعملها، بس عندك شيل هم وشيل مسؤولية، مسؤولية كبيرة، نفسك عزيزة قوي عليك، في اشخاص بيتفقوا عليك، في اشخاص بيتفقوا عليك، في كلام وفي قال وكنا، وفي هنا كمان تغيرات حلوة هترضيك بإذن الله الأيام اللي جاية، في بشرة بسم الله. عندك دايرة، والدايرة دي مسببة لك مشكلة، حان وقت ان امورك تتوضح، حان وقت ان انت تبص لنفسك شوية وتبص لحياتك. عندك تغيرات وفترة راحة من بعد التعب اللي انت مريت بيه الأيام دي، تسد ديون، هتستلف فلوس، هتعمل حاجات جديدة مختلفة. عدو، عدو عامل حبيب وصديق، ومشكلتك انك قلبك متعلق بيه، بس هو مش كويس وانسان خبيث وبيتفق عليك، فعايزك تحذر وتخلي لي بالك من نفسك شوية. عندك بعض التغيرات في بعض الامور اللي عايمة على حياتك،
خبر هيوصل لك، والخبر ده انت هتكون مستنيه، وفي نفس الوقت هتكون عصبي عشان شايل جواك وشايل في قلبك كتير. خبر زواج خطوبة، خاتم هتلبسه الأيام اللي جاية. في حد هنا مسبب لك وجع وألم في حياتك، ومسبب لك نغزة غير طبيعية. المرحلة اللي جاية دي هتكون حلوة، وهتحسن من أمورك، وهتحسن من مصلحتك الأيام اللي جاية. بس انت هنا عندك يعني ضميرك بيعذبك، في غلطة عملتها وندمان عليها، وفي أقنعة ناس لابساها عايزاك تحذر منها وتخلي بالك من غدر ومن بيع وشراء، من بيع وشراء. القضية هتنتهي لصالحك، القضية هتنتهي لصالحك. بس قولي، انت شايل حمل كبير وفي خيبة أمل عندك، في ناس بتقف ضدك في كذا موضوع شاغل بالك، وفي نفس الوقت انت هتوازن أمورك الفترة اللي جاية، وهتستعيد ثقتك بنفسك مع الشجاعة بتاعتك علشان توصل للهدف والحلم. طيب انت في حد خسرته عزيز على قلبك؟ في أمور راحت منك انت، يعني أمور غلط، في رسالة هتجيلك، وفي لقاء حلو. بس حاول تهدي نفسك شوية عشان خاطر انت عندك تغيرات حلوة وعندك فرحة، فعشان تستفاد من الفرح والتغيرات دي لازم تفكر كويس جدا. انا عارفة ان انت تعبان كتير جدا من كتر التفكير وموجة التفكير اللي انت فيها، بس الايام اللي جاية هيكون عندك استقرار على جميع التوقعات. في ازمة في حياتك، افكارك دايما مودياك في مشاكل، بتحاول تخرج نفسك لبدايات جديدة وحكايات جديدة. قلبك طيب، ومن كتر طيبة قلبك مخلياك مش مركز في أي حاجة تخص حياتك، وزي ما قلت لك الخلاف اللي بينك وما بين حد هي الأمور هتتصلح، وفي حاجات هتتكشف لك، وفي هنا كمان مكان انت عايز تروح له بس خايف ومتردد، وفي ناس اديتك ظهرها، ناس انت احتجتها في أشياء واديتك ظهرها وما كانش كويس خالص اللي هم عملوه معاك، وعشان كده ربنا هيريحك، واحزانك دي هتتبدل لفرح. بس ما ترهقش نفسك في التفكير زيادة عن اللزوم. بسم الله. فرحة من بعد المشاكل والغدر والخيانة اللي انت شفتها في حياتك، فرحة طال انتظارها. انت اليومين دول مش طايق نفسك، مصدع ومخنوق ومتضايق من غير اي سبب، بس عندك عودة غايب، وفي مال هيظهر لك مع السر اللي هينكشف، وبسبب المال ده هتهتم بنفسك وهتعيد حسابات في امورك، وهتستلم راحة لقلبك ان شاء الله. طيب من وقت للتاني بتحس ان انت مش عايز تتكلم مع حد، وعايز تبعد عن كل الناس، حاسس ان انت في نغزة في قلبك غير طبيعية، رغم ان عندك تنجية من امور شغلة بالك، وفي نفس الوقت هيكون عندك انفراجات. في وجع في جسمك، نومك مش مستقر، صداع، واليومين دول في مشاكل بينك وما بين الشريك، وبتفكر في الانفصال. لا، اهدى وهدي اعصابك، كل مشكلة وليها حل، وما تخليش حد يشمت فيك. الباب المسدود هيتفتح قريب جدا، وهتشكر ربنا وهتحمده ان الباب ده اتأخر عليك التأخير ده كله. بس مش عايزة الندم يمسك في حياتك، وكون مستعد ان انت الايام اللي جاية هتكون لقاء حلو، بس نظم لي مسؤولياتك ونظم لي حياتك. ناوي تطلع السلم، وبالفعل هتطلعه، تطلع السلم، والسلم ده هيكون حلو جدا. انت هنا عندك تنظيم وعندك تغيرات، وربنا هيفتحها في وشك الايام اللي جاية، ما تقلقش، الايام دي فترة وهتعدي وهتحصد خير، عشان انت دايما زارع خير، فما تقلقش ابدا، عشان كل حاجة بمشية الله. بس اللي مطلوب منك ان انت تكتم اي حاجة بتحصل لك، ولو في فرحة بلاش تحكيها، دريها علشان تكمل.
دايما بيقولوا عليك ان انت عندك القدرة العظيمة ان انت تكشف الكذب والخيانة وتكشف كل حاجة في حياتك، وعشان كده هيكون عندك بعض الانطلاقات الحلوة وبعض الامور اللي هتكون فيها علاقات حلوة. انت بتحب الصراحة، بتحبش اللف والدوران، واللي في حياتك بيلفوا ويدوروا عليك، الاشخاص اللي في حياتك بيلفوا ويدوروا حوالي عليك، فياريت تخلي بالك وما تديش زيادة عن حجم الاشخاص اللي في حياتك، وبلاش العصبية الزايدة اللي انت متمسك بيها، ومش عايزاك تكون متسرع، عايزاك تكون هادي عشان تاخد الحاجات اللي انت عايزها. طيب مين الشخص اللي بوشين؟ دايما كذاب ومنافق وخاين وغدار، ودايما كده بيتكلم بالراحة وبطريقة بسيطة، هو شخص بوشين، عايزك تخلي بالك منه. انت من كتر اللي انت شفته في حياتك بقيت عايش ببركة ربنا، ما بقيتش تعاتب ولا تلوم ولا حتى تتكلم، وخصوصا الفترة دي، خصوصا الفترة دي ساكت وما بتتكلمش زي الاول مع حد، بعد ما كنت بتتكلم وبتتعامل وكنت بتحب الناس وما زال بتحب الناس، بس خلاص وضعك هيتغير للأحسن في أيام إيجابية. طيب حرف الألف، في هنا من ورا حرف الألف ده خير، والخير ده هيجيلك من وراه رزق، وفي حلو امور حلوه، في كمان طاقات ايجابيه، انت دايما مميز ودايما بتتفاءل خير وبتوزع الطاقه الايجابيه على كل الناس. في هنا كلام سمعته ضايقك وخنقك وزعلك، هنا في ايام حلوه، ايام حلوه جدا هتحصدها وتغيير للاحسن، رغم الدموع اللي في عيونك والعصبيه الزايده بفتره الماضي علشان انت اتألمت وعشت فتره صعبه، بس قراراتك هتاخدها وهيكون في توضيح في امور، عندك نصره وعندك حياه حلوه، نيتك دايما صافيه وقلبك طيب، عندك اخبار حلوه وطاقة فيها فرح، انت بتحب الاماكن الهادية، بتعشق الحياة البسيطة، بس دايما قلبك حظك قليل، يعني اللي انا اقدر اقول لك انك حظك قليل، حظك قليل مع كل الاشخاص اللي في حياتك. ارمي همومك على الله، وطول ما انت رامي همومك على ربنا اتأكد ان ربنا شايل لك احسن البشر، انت قلبك طيب زيادة عن اللزوم قوي، يعني هدي اعصابك الايام دي. في كمان حسد شديد، حسد شديد عندك صايبك بالعين القوية، والعين القوية دي من المقربين لحياتك، العين المقربة دي من الحيين لحياتك، في منهم شخص هنا، في شخص من المقربين بيدعي ان هو بيحبك، بس هو لعبي بيلعب بيتمنى لك الشر، خلي بالك. فيا انا عايزاك تكون هادي، وعايزة تكون ماسك اعصابك اكتر من كده، عشان الفترة اللي جاية هتكون فترتك انت، يا هتحصد يا هتزرع، انت بس اللي تعبك التواصل مع المقربين علشان ما لقيتش منهم غير الاذى والظلم، وفي نفس الوقت برضو رامي همومك على ربنا. في تراجع وندم وعصبية زايدة، حرر نفسك من علاقة الماضي المؤذية، حرر نفسك من اي طاقة سلبية، اخبار تحسنات تغيير فرحة من بعد الظلم اللي انت شفته، من بعد الغدر، انت اتطعمت واتظلمت وخاب املك وخاب ظنك، وحاجات كتيرة جدا حصلت في حياتك، حان وقت ان انت تغير من نفسك، حان وقت ان انت تسعى لتحقيق الاهداف، حان وقت ان انت تركز على اللي انت ناقصه في حياتك وتشتغل عليه. طيب مين الشخص اللي من العيلة بيسبب لك توتر دايما، ودايما بي يعني عامل لك مشاكل نفسية؟ في موضوع هنا محتاج تعيد النظرة فيه، موضوع مخليك حيران ومخنوق، وفي عقد للمنفصلين جواز زي ما قلت لكم، بس في عقبة،
كل ما بتختفي بتظهر قدامك. واحب افرحكم بمولود جديد، مولود كده هيكون يعني مولود هيدخل حياتك ببهجة ونور وسعادة. بس رغم الفرحة اللي هتدخل حياتك، رغم ان انت حزين، حزين قوي اليومين دول، وقلبك مكسور، يعني قلبك مكسور من ناس كتير، من غدر، من طعن، في حاجات مش عاجباك الفترة دي قوي. تعبت، تعبت من قال وكنا، تعبت من غدر بيعوم حواليك. انت بتحبش المشاكل، بسم الله ما شاء الله. كده انا بقى بشرك واقول لك ان انت هيدفع تمن اللي انت شفته في حياتك، والغدر والظلم كله ده هينتهي، وهتتجنب مشاكل كتيرة جدا كانت في حياتك عايمة. الفترة في راحة، في راحة هنا من بعد التعب وتبديل امور. انت محتاج إجابة على الأسئلة اللي في بالك. النجاح والإزدهار بنفسك موجود ومازال، بس أنت اللي فقدت الأمل، فقدت الأمل في نفسك، فقدت الأمل في حظك. لأ، في اجتماع حلو، الاجتماع ده هيوصلك لهدف، بس أنت ليه عندك صراع بينك وما بين نفسك؟ طاقة تفكير رهيبة، بتفكر في حاجات كتيرة جدا اليومين دول، واليومين دول أنت محتاج تكون هادي، وفي نفس الوقت أنت مش هادي بتفكر. طب هتفضل لحد امتى تفكر؟ انا عارفه ان انت ناس اكلت حقك وناس ظلمتك، بس ما تقعش، كمل وعافر. انا عايزاك تدخل على الايام اللي جايه بسعاده، مش عايزاك تكون مندفع، مش عايزاك تكون عندك حاله ركود، مش عايزاك تكون متقدم ومتسرع، لا، انا عايزاك تكون هادي، عشان انت عندك بدايه هتعيشها، والبدايه دي هتكون راضي عنها. مش هتكلم في اللي فات، عشان اللي فات كان صعب عليك ان هو يتكلم، حد يتكلم فيه. دايما كان عندك مشاكل، كان عندك نفور، مفيش تيسير في امورك، بس الايام اللي جايه هيبدا فيه الامور هتبدا تتظبط. هتغير اصدقاء، هتغير ناس، هتغير اشخاص بيتمنوا لك الشر ومبينين لك وش الملايكه. الناس في حياتك كذا نوع، طول ما انت واثق في قدراتك وواثق في حياتك هتعدي كل المراحل السلبيه اللي في حياتك، كل المراحل السلبية اللي في حياتك هتعديها. والفترة اللي جاية هتنظم وقتك وهتنظم امور كتير جدا في حياتك. في شاب او في حد بالك مشغول بيه جدا، الحد ده ممكن يكون تعبان نفسيا، ممكن يكون مسجون، ممكن يكون مريض، طفل عندك تعبك مخليك متضايق، الله اعلم. بس انت هنا عندك تعب، تعب مع بعض الامور اللي مضايقاك. بسم الله ما شاء الله. الفرصة اللي هتجيلك حاول تستغلها، وما تخليش اي شخص يضايقك ويسبب لك مشكلة، عشان الشخص ده هيكون ناوي ياخد رزقك، وناوي ياخد حاجات كتيرة جدا من حياتك. انت في قلبك جرح بتحاول تداويه، وبتحاول تصلح الامور، عندك طاقة ايجابية مع توازن في الامور الفترة اللي جاية. انت انسان رومانسي وعاطفي ودايما بتحب المغامرات، وعشان كده دايما حظك قليل. في مواضيع عندك هنا واقفة قدامك وقلبك مش مرتاح، عايزك تحذر من غدر، ممكن حد يغدر بيك على غفلة، فعايزك تخلي بالك، عشان انا مش عايزة القيود اللي عليك دول، وعايزة لك التحرير، وعايزك تغير من نفسك للأحسن، علشان هم بالهم مشغول بيك جدا، ومركزين على طاقتك، ومركزين على كل حاجة تخص حياتك. فياريت تركز على هدفك وتركز على حلمك، علشان طول ما انت مركز على اهدافك واحلامك صدقني هتكون مميز، وهيكون عندك فترة جبر خاطر من عند ربنا. انت محتار اليومين دول، خلي بالك، بص، الخنقة والضيقة بسبب الامور اللي مسيطرة عليك، امور سلبية. شخص طويل عندك هيرجع لحياتك تاني، وهي في مواضيع هتتفتح، وزي ما قلت لك انت بتفكر كتير في حاجات كتير جدا شغلاك. الايام اللي جايه عايزاك تساوي بعض المواضيع،
علشان التيسير اللي هيجي لك هيبقى وراه نق برضو كلام، وليه تحصل لنفسك اول باول. في هنا يعني خير، خير هيجي لك من بعض الابراج، هيجيبوا لك خير، والخير ده انت هتكون يعني انت بسبب اللي انت شفته ما بقتش مستني حاجه من حد، فقدت ثقتك، انت فقدت ثقتك، يعني حتى لو في خير جاي لك انت مش عايز اي حاجه من وش حد اليومين دول، علشان اللي انت حبيتهم دخلوك في حيره وصراع بينك وما بين نفسك، فاللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. انت هنا هيكون عندك فتره راحه، بتحلم باحلام كتير في حياتك، خلي بالك في رزق، رزق حلو جاي لك اهو، وفي لم شمل مع اهل واحبه، عزومه او لم شمل، مهما كنت مهموم الفتره دي كل حاجه هتتحل وهتكون من صالحك، اهدالي بس كده وركز على هدفك. انت الفتره دي مش على بعضك، حاسس نفسك متضايق ومخنوق وحاسس ان انت في ملل علشان قله الفلوس اللي معاك. في حد داخل بيتك ما هيكونش في الحسبان، هيبقى في كلام وفي مواضيع، وفي نفس الوقت عندك شخص غامض وتعبك نفسيا، وفي طرف ثالث بيتدخل، خلي بالك في شخص جديد في كل المميزات هيدخل حياتك وهيقف جنبك وهيساعدك في اللي انت عايزه، علشان خاطر الشخص ده منك وبيحبك، فاهدى وهدالي اعصابك عشان الفتره اللي جايه هتكون فتره تغيرات لحياتك وبعض التعويضات ليك. انت مستني، وطول ما انت مستني هتلاقي اخبار حلوه هتسعدك وهتريح بالك وهتديك اللي انت منتظره، بس يا ريت يا ريت يكون عندك يقين ان ربنا هيحسن ايامك، ويا ريت تهتم لي بنفسك كده وتبعد عن المقربين، تبعد عن المقربين عشان مش حابين لك الخير. هما بيقولوا لك ان احنا بنحبوك وان احنا وان احنا وان احنا، بس صدقني مفيش حد من المقربين حابب لك الخير. انت ناوي تزور الطبيب، ناوي تروح تعمل حاجه معينه، فما تقلقش، تحاليلك هتكون من صالحك، والحاجه اللي خايف منها سيبها على الله وما تستعجلش على حاجه عشان ربنا هيعوضك بإذن الله. طيب عندك حرف الام، حرف الام ده في حياتك، خلي بالك منه، حرف الام ده في حياتك، وعايزه اقول لك ان الست اللي في حياتك الكبيره اللي تعبانه يا ريت تخلي لي بالك منها وتكون جنبها اول باول، وتشوفها عايزه ايه وتساعدها. وارمي ورا ظهرك كل حاجة سلبية ممكن تسيطر عليك أو تأثر عليك، ركز على هدفك، ركز على حلمك، ركز على تبشراتك، ركز على أهدافك في الحياة، علشان الانفراجات الحلوة هتكون من نصيبك الأيام اللي جاية، وهتحصد خير مع ناس جديدة، مع توقعات جديدة، مع فرحة زي ما قلت لك طال انتظارها، فتبشرات وأخبار حلوة، وفي نفس الوقت هيكون عندك سعادة هتعوم على الكل مع انتصار على بعض الأعداء اللي في حياتك بإذن الله. انت دايما هادي، بس زي ما قلتلك في واحدة ست مش كويسة ومش حبالك الخير برضو، والست دي صغيرة في السن مش كبيرة، بتلف عليك وعايزة تخرب بيتك. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعة اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج الشافي لحياتك. تحياتي ليك، وأتمنى لك كل ما هو جميل، يعوم على مستقبلك، يعوم على أخبارك الحلوة، يعوم على انتصارك في الحياة بإذن الله، علشان انت وأخبارك حلوة. اكتب تم عشان يوصلك لينك القناة.